السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم عند قناتي غوسه فاصيل. اليوم رامي غادي ندير معكم واحد الجينواز راه كيجي زوين بزاف. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله نبداو. غادي نجيب واحد الاناء اللي غادي نهرس فيه البيض. غادي نحتاجو 5 البيضات، كاس سكر ما يعادل 100 غرام، وغادي نديرهم في الروب ونطلعهم وباقي المكونات. غادي نجيب الروبو اللي غادي نطلع فيه البيض، غادي نخليهم يطلعوا مزيان مزيان. غادي نزيد عليهم فرينة وكوكور نار. بسم الله الله. سمحوا لي ما ذكرتش معكم السكر الفاني، درت الساشية. صافي خص يكون هكا القوام ديالو، يكون ثقيل. ودرك غادي نقليهم، كي غادي نحطو على جنب. غادي نجيبو، غادي نغربلو فرينة. هنا درت 100 غرام تاع فرينة، 15 غرام ديال كاكاو المر، صافي. درك غادي نبقى نفرغ فرينة شويه بشويه حتى نكمل. تبقاو ترفدوا الخليط من التحت باش ما يبقاش الفرينه مكوره لداخل. صافي هاني ساليت الفرينه ديالي. وفي منين تبغيو تكملوه صافي ديروا فيه واحد الملعقه صغيره ديال الخل، داك الخل مع الخليط. راه الخل كيهششها كيديرها مزيانه خفيفه، ما تكونش ثقيله من داخل. صافي. ودركوي غادي نجيب ورق الزبده نفصلو على المول هكا، تطويوه كيما هكا وتفصلوه داير باش يجي لكم على المول ديالكم. ديروا عليها شويه نتاع الزيت، شويه ماشي بزاف، وتفوتوا على المول ديالكم باش ما يلصقش فيه الكاطو. غادي نحط عليه ورق الزبده، نزيد ندهن ورق الزبده مزيان والمول باش ناكد الكاطو ديالي ما يلصقش في المول هكا. نجيب شويه نتاع الفرينه ونديرها هنايا. ودركا غادي تجيبوا الخليط ديالكم وتكبوه فيه. قعدوا الفوق باش يخرج لكم هوي. غادي نجيب واحد المول نحطو فيه هكا. الفران ما شعلتوش من قبل، حتى غادي ندخل الجلواز ديالي عاد نشعل عليه. صافي ها هي غادي نديرها في الفران. غادي نشعل غادي نديرها على 170 درجة مدة 10 دقائق حتى 12 دقيقة. صافي
درك غادي نبلع عليها ونخليها طيب، غادي نخليها طيب ونولي معاك. نشوفوا الجاتو ديالنا صافي، صافي ها الجينواز ديال لي طاب. ونجيب واحد الموس نديرو هكا ولا العود ولا اللي درتو فيها، وتاكدوا واش راهي يابسه، منين يخرج الموس يابس صافي راهي طابت. صافي ها هي الجينواز ديالي طابت، جات ما شاء الله. درك غادي نقطعها معكم تشوفوها كي دايره من داخل، تابعوا معايا. ها هي جات زوينه رطبه، غادي نقطع على ثلاثة د المرسويات، قطعوها مساوية راهي كي جات ما شاء الله، جات زوينة ورطبة. هاني ساليت الفيديو ديالي، إلا كان عجب ليكم بارتاجيو وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.